مرحبا برج القوس، هذه قراءتك العامة. 9 سيوف، 10 الأغصان، ملك السيوف، وأيضا برج القوس. هل أنت خائف من حكم أحد؟ عندك كأنما من ناحية العملية في الدوام، في الوظيفة، أيضا في الدراسة، كأنما أنت قدمت اختبار، قدمت أداء، ولكن خائف من الحكم، متوقع الأسوأ في مكان عملك وأيضا في الجامعة. بعد فترة الامتحانات أنت تمر بفترة خوف وقلق وترقب من النتائج، خايف أن هاي الجهة اللي قدمت عندهم أدائك، قدمت عندهم الوظيفة أو مقر عملك، ما راح يكون تقييمك جيد. أنت خايف من هاي الشيء، ولكن هنا يقول لك ملك السيوف هو ملك عادل، لا تخاف من حكمه، إنسان متفهم. فإذا كانت عندك أي مطالب استثنائية في هاي الفترة، خليك دائما، ملك السيوف هو الملك اللي إحنا نستطيع أن نتكلم معه بالمنطق. هنا يقول لك تكلم مع الأشخاص، إذا كان فوقك رؤساء في العمل، إذا فوقك دكاترة في الجامعة، حاول أن توصل قلقك ومخاوفك لهم، لأن من جانبهم راح يكون في تفهم. بالضبط، أنت مقبل على مرحلة كبيرة تنتظر النتائج عشان تقدر أنك تاخذ قرار في مجال معين، كأنما تريد أن تحصل على الموافقة أو نتائج معينة في الدراسة أو في العمل أو حتى ترقية، عشان أنت بانتظار أن هاي الشيء كأنما يعطيك القوة أنت تتوجه. أنت محتاج هني إلى القوة، إلى المادة، إلى الشهادة، عشان تقدر تتوجه في الفترة القادمة نحو الأمور اللي أنت طالما أردتها. إحنا مقبلين على فترة إجازة، فكأنما أنت هني في أمور معينة في بالك، مو شرط الكل يوافق عليها، من أمور حب، من أمور تواصل مع الشريك، أو حتى أمور استمتاع في الحياة أنت مخطط كنت أن تسويها بعد فترة التقييم اللي راح تمر فيه. وكأنما هني يقول لك أيضا أن النتائج راح احتمال تكون شوية مختلفة عما توقعته، فخليك شوية مرن. زين، لا تكون هجومي مع ملك السيوف، لا تعتقد أن ملك السيوف هو اللي راح ينقص من حقك أو تقييمك أو يريد لك المضرة. أنت عندك شخص أعلى منك سيقيمك، ولكن في نفس الوقت يريد لك الأفضل، خليك متقبل. لأن نصيحتي هني لا تنسحب، لا تعطي ظهرك لما يعطيك النصيحة بخصوص حياتك العملية أو دراستك أو حتى ابتعاثك، لا تعطي ظهر، لأن هذا الشخص يريد لك النصيحة، احتمال سيطلب منك أن أنت تقوم بجهد إضافي عشان تقدر تنجح في هاي المرحلة أو تحصل على مرادك، مثلا ساعات عمل إضافية، تغير تخصصك إذا كان في الجامعة تدرس صيفي، سيقترح عليك مقترح. أنت كأنما هني أشوفك دافع عن نفسك وصاير شوية هجومي أو دفاعي، كأنما تفكر أن هذا الشخص لا يريد مصلحتك أو يريد إيذائك، وهذا الشيء غير صحيح. هذا الشخص يريد لك التغيير الأفضل. نعم، أنت تريد تغيير، ولكن كأنما تبي بشكل سريع. هذا الشخص اللي فوقك راح يكون في العمل أو غيره، هذا الشخص يريد لك التغيير ليكون من الجذور اللي يكون متعوب عليه، من الأساسيات، على أسس نظيفة وجديدة. عندنا أيضا كارت عجلة الحظ. في النهاية أنت يا برج القوس، شئت أم أبيت، لازم تسمع نصيحة اللي أكبر منك، أفهم منك وأخبر منك في هاي المجال، عشان تخرج منه بسلامة من الناحية العملية. خلال هذا الشهر ما أشوف فيه أي أموال، لأن ما عندنا أي كارتات كوينز، ما أشوف فيه أي أموال كبيرة راح تأتيك بالطريق. أنت مجرد كأنما هني قاعد تقرر أي اتجاه راح تروح خلال شهر مايو. إنزين، أموالك ووضعك المالي راح يكون تقريبا مثل الشيء، بدون تغييرات مفاجئة أو كبيرة تطرأ عليك. اللي بعده راح ننظر إلى الجانب العاطفي. شلون راح تكون علاقتك العاطفية يا برج القوس خلال؟ أول شيء عندنا كارت الشيطان، كارت الشمس. برج القوس، ستتضح لك أمورك مع الشريك خلال هذا الشهر. أول شيء، إما سيتضح لك الشريك لماذا كان متذبذب،
يدخل يخرج من حياتك أو غير واثق أنه يريد أن يكون معاك في علاقة، كأنما هني داخل في شهر مايو الشريك سيأتي تجاهك وسيعطيك جواب، أو أنت من نفسك راح تكتشف لماذا كان الشريك يتصرف بهاي الطريقة. احتمال لأن أنت ما كنت الوحيد بحياته، احتمال لأن هذا الشخص كان يحاول أن يقرر ما بين كذا شخص أو كذا أسلوب حياة. هو متعود على الحرية، متعود على التحرر وأن يكون لوحده يصنع قرارات من أجل نفسه، فكأنما دخولك في حياته شوية كان يعيق هذا النمط وطريقة وأسلوب حياته. خلال هذا الشهر راح تكتشف الشريك لماذا قام بهاي الأمور، ما هي حوافزه وما هي نيته. احتمال أن هذا الشخص يريد أن يقف عند الباب في حياتك، لا يدخل ولا يخرج، يظل لحوم، ولكن في نفس الوقت ما يكون منه أي بادرة صادقة أو ناجحة بأن يدخل حياتك بشكل جاد. لحد الآن أشوف هذا الشريك يريد أن يخلي الأمور على ما هي عليه بدون أي مبادرة كبيرة أو جادة. إذا شريكك متزوج فهو يتوقع عند حمل لشريكته أو زوجته، الشريك بانتظار مولود إذا كان متزوج، وكأنما أنت هني راح تتضح لك الأمور، راح تحررك. دائما الشمس تحررنا من طاقة الشيطان، المخاوف، الهموم. فنعم راح تكتشف الحقيقة، ولكن مش الحقيقة اللي راح تعجبك أو خلينا نقول تسعد قلبك. هو راح يريحك من ناحية، ولكن في نفس الوقت ليس هو الجواب اللي توقعته خلال هذا الشهر. خلنا نشوف توضيح زيادة. نعم، لأن قلت لك راح خلال هذا الشهر تكتشف أن الشريك لما كان بعيد عنك ما كان بعيد وفاضي، كان بعيد ومع شخص آخر. بما أنك هني أشوفك يا برج القوس كنت بانتظاره، في هذا الوقت الشريك كان يعمل على علاقة مع شخص ثاني، وعلاقة جادة. يعني احتمال معاه كان متذبذب، ولكن مع هاي الشخص كان جدا جاد، يريد أن ينجح العلاقة، يريد أن أقول لك يرى لها مستقبل. فهني حتى وأن رجع لك ما بين فترة وفترة خلال شهر مايو، دائما رجوعك سيكون في علاقة ثلاثية. راح تكتشف أنه ارتبط أو خطب أو دخل في علاقة أثناء انفصالكم وأثناء غيابك عنه، واحتمال الأمور ترى ماشية زين في حياته أكثر مما توقعت. هاي الحقيقة ما راح تعجبك، ولكن التارو يخبرك أنا لست هنا من أجل أن أكذب عليك، أنا هنا من أجل أن أوصل لك حقيقة أن هذا الشريك كانت أموره ممتازة أثناء الانفصال، وأيضا حصل على شريك آخر في هاي الفترة، والأمور ممتازة بينهم. ما بين ثلاثة الأكواب إلى الكوبين معناته احتمال أنت اللي اختار أن لا يرجع لك أو يخرجك من المعادلة من أجل أن يبقى مع الشخص اللي هو عجبه، التقى فيه وصار مستعد أن يبني معاه حياة جديدة. طبعا هاي القراءة عامة ما راح تنطبق على الكل من الناحية العاطفية، من أجل ذلك راح أسوي قراءة عاطفية منفصلة للمتزوجين والمنفصلين وأيضا للجذاب. خلنا نرى الجانب الصحي والقانوني، ما هي التطورات اللي بانتظارك؟ برج القوس إذا كانت عندك أي مشكلة بخصوص ذبذبات القلب أو سرعة تضارب دقات القلب وأيضا مشكلة الكهرباء في القلب، احرص أن أنت تعالجها أول بأول. احرص أن أنت هاي الموضوع ما تهمله، لأن هاي الموضوع من المواضيع اللي محتاجة التزامك الكامل عشان تحصل على بداية جديدة. أنت هني كأنما أحسك تريد أن تؤجل الموضوع، ما تريد أن تتعامل معه بأقرب فرصة ممكنة، ولكن الرسالة لك أن هذا مش من المواضيع اللي ممكن أنك تأجله أو تستنى الوقت المناسب. الآن هو الوقت المناسب. إذا كانت عندك أي مشكلة واضطرابات في القلب، عليك أن تكون ملتزم 100% بالتغيير، وبأن تدير بالك على نفسك، وأن أيضا تأخذ 100% من تعليمات الدكتور. في هذا المجال أنت ما تقدر أنك تسمع تعليمات الدكتور فقط 80%، هذا الجانب جدا مهم، ولكن في لك بداية مشرقة صحية متجددة.
إذا طبقت هذا الكلام. وإذا ما كانت عندك أي مشكلة في القلب، فخلال شهر مايو أنت راح تحس أنك خفيف. راح تحاول أيضا أنك تنزل شوية وزن عشان تحس بأن هي أشوف الضغط على المفاصل. تريد أن يخف الضغط على مفاصلك، على ركبك، على نفسك. عشان كذي راح تقرر احتمال أنك تلعب رياضة وتنزل وزنك خلال هذا الشهر. خلينا نشوف على الجانب القانوني ما هي الرسائل بانتظارك. راح يطرأ تغيير يا برج القوس على عقد أنت وقعته من فترة. أنت حاليا خلاص موجود وتعيش ضمن عقد معين، ممكن يكون عقد إيجار، عقد زواج، عقد شراكة، عقد أي شيء تبع البزنس، أو حتى عقد عملك الخاص. هذا التغيير لا راح يكون إيجابي ولا راح يكون سلبي، راح يكون مفروض عليك من قبل أشخاص فوقك، هم الحكومة، هم شركائك في البزنس، أو هم حتى رؤسائك في العمل. راح يطلبون منك أن أنت توقع العقد الجديد بشروط جديدة، كأنما أنت هني تحاول خلال شهر مايو أن تقولهم أريد الأمور أن تبقى على ما هي عليه، أنا مرتاح. ليش؟ لأن أنت تقول هني أنا وصلت لمرحلة متقبل فيها وضعي القديم، أو على الأقل عقدي القديم، فحتى أي تغييرات أنا مش مستعد أن أوقعها، مجرد تشتت انتباهي. دام أنه ما فيها تغييرات إيجابية كبيرة على الصعيد المالي، أنت قاعد تقول ما له داعي أني أوقعها. ولكن في النهاية كثر ما أجلت الموضوع راح تضطر أنك توقع هذا العقد الجديد بشروطه الجديدة. ولكن أشوفك يعني أنت معاجبك التغيير، تحس أنه ما له داعي بما أنه ما راح يزيد عليك أموال أو حتى يزيد عليك اشتراطات، فكأنما هني تحاول أن تؤجل الموضوع وتؤخره قدر الإمكان. ولكن في النهاية لا تنسى أنك راح تضطر توقع هذا العقد من أجل أن يستمر العمل بينكم. راح ننظر إلى من القادم في طريقك، أو ما هي الأخبار في المستقبل خلال شهر مايو. إذا أنت منتظر أي خبر معين مثل الحمل، مثل شخص معين، خلينا نشوف شنو الرسالة اللي راح تطلع لك. برج القوس ستحصل على الإنصاف في هاي الشهر. إذا كان عندك أي عمل تقوم فيه في السوشيال ميديا عن طريق الإنترنت، أو عن طريق التواصل مع أشخاص وعملاء كثيرين، هاي الشهر أنت راح تسطع أكثر من الناس اللي في مجالك. راح يكون جدا سهل بالنسبة لك أن توصل فكرتك وتصل لأكثر عدد من الناس. أيضا على الناحية العاطفية راح تصل إلى أكثر عدد من المهتمين في الارتباط معك. احتمال أنه راح تكون في حفلة أو جمعة راح تلتقي بكذا شخص خلال هاي الشهر. راح يكون في كذا احتمال بالتقائك أشخاص في محيط عام، وممكن هاي العلاقة إذا أنت رغبت وإذا أنت كنت منفتح ومتقبل لهاي الشيء، أن هاي العلاقة تتحول إلى شيء أكبر، تتحول إلى شيء فيه التزام، فيه ارتباط خلال هاي الشهر. فكون مثل ما نقول واعي إلى محيطك العام وإلى هاي النوع من الجمعات. خلينا نشوف النصيحة الأخيرة لك يا برج القوس. تمرن على التعاطف. See things from a fresh perspective. حان الوقت يا برج القوس ان احنا، او انت بالذات، ترى الامور من وجهة نظر مختلفة. اشوف هاي الرسالة اكثر شيء بالنسبة لك قاعدة تتكرر على الصعيد العملي، او على صعيد راح تدخل خلال هاي الشهر، ترى في التزامات جديدة، ان كانت مالية، ان كان عقد، ان كان مسؤوليات جديدة في البيت. انت بانتظار مرحلة جديدة، عندنا الطفل وعندنا حيوانات صغيرة. أنت وإن كنت حاليا مو في أوج قوتك، ولكن كرتك رقم 6، عندنا أيضا تكرر رقم 6، بما معناه أنت قادر في هاي المرحلة على الأخ والعطاء، قادر أن تعطي. ترى لا تقوم بتقليل قيمة نفسك. أنت في هاي المرحلة وإن كنت لم تنضج، لم تصل لمستوى 10 لحد الآن، ولكن أنت تستطيع
بكل تأكيد أن تعطي وتأخذ في محيطك، أن تكون مستقر، أن تعمل. الآخرين حاليا أشوفهم في كأنما في توقع منك، عندهم توقعات بخصوصك أن أنت تعطيهم أو تبتدي تأثر على حياتهم. أشوف محيطك في الفترة القادمة راح يكونون جدا متطلعين إلى مساعدتك، إلى مشورتك، إلى أنت يا برج القوس شلون راح تسوي، شلون راح تتصرف في حياتهم في الفترة القادمة. عزيزي برج القوس.